نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بهذا السؤال الذي بعثه محمد العطوي من الجوف، يقول: كيف نميز يا فضيلة الشيخ بين التشاؤم والتطير وما مر علينا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التشاؤم والتطير منهي عنهما، والتطير شرك كما في الحديث، الطيرة شرك، والمسلم إذا وجد في نفسه شيئا من ذلك فإنه يدعو الله عز وجل، يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ويقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ويتوكل على الله ويمضي في حاجته، ولا ترده الطيرة ولا تضره بإذن الله إذا اعتمد على الله وتوكل عليه. مسعود رضي الله عنه يقول: الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. نعم. والتشاؤم الطيرة بمعنى واحد. نعم.